لمزيد من التفصيل معنا من بغداد السيد عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. أستاذ عمر، بداية مرحبا بكم. لجنة التظاهرات دانت رفض المستشفيات استقبال الضحايا المتظاهرين. يعني هل من المعقول أن المستشفى لا تستقبل جرحى؟ يعني في أي قانون أو عرف إنساني يتم رفض استقبال الجرحى؟ تفضل أستاذ عمر. نعم، هذا هو استمرار للنهج القمعي والجرائم الحكومية بحق أبناء الوطن وبقية المحافظات، وليس جديدا هذه المرة، يعني في هذه الحالة، يعني في مرات كانت هناك بعض المستشفيات تستقبل الجرحى تشترط عليهم هذه المستشفى أن يغيروا الإفادة من جرحى في التظاهرات إلى جرحى يعني في حوادث طبيعية أو في حوادث سيارات أو ما شابه، وبالتالي هذه يعني هي ممارسات الميليشيات وممارسات الأحزاب السياسية الخاضعة في المنطقة الخضراء، هي من تحرك هذه المستشفيات، والكادر الطبي يعني هو أيضا مأمور بهذه التعليمات، وكثير من يعني مدراء المستشفيات ويعني في هذه المناطق أيضا هم يدفعون إلى هذه الأحزاب. إذا بالتالي أصبحت المسألة محاصصة حزبية، محاصصة سياسية. هذه المحاصصة تخللت في جميع مفاصل الدولة حتى أصبح هناك يعني الكثير من الغياب القانون وغياب الضمير الإنساني وغياب الوازع الديني في التعاون مع هذه الحالات. إذا كانت المستشفيات والعاملين أو الإداريين في هذه المستشفيات مأمورين بعدم استقبال ضحايا ثورة تشرين، يعني ما تداعياتها القانونية؟ يعني هل هناك من محاسبة للمستشفيات يعني على مستوى العالم، على مستوى الدول التي تنظر للحال في العراق وعدم استقبال مستشفيات العراق لثوار سلميين مصابين بجروح خطيرة؟ بالتأكيد هذه هي عملية جنائية، هذه هي عملية إبادة جماعية، هذه هي يعني جرائم قتل عمد خارج القانون، وكل هذا تندرج تحت يعني جرائم ضد الإنسانية، ومن صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية النظر في هذه القضايا. وأنا ذكرت مرارا وتكرارا من على شاشتكم الموقرة أن هناك حالة في المحكمة الجنائية الدولية محاكمة الطبيب أنه لم يسعف أحد الجرحى في الميدان، ولما سألوه قال أنا يعني لدي أوامر بأن لا أتعامل مع هذه الحالات في العدو، وبالتالي حكمت عليه المحكمة الجنائية الدولية ب 25 سنة قضاها هذا الطبيب بحكم أنه لم يسعف المريض خلال هذه الحرب، وبالتالي أدت إلى وفاته وأصبح هو مدمن حرب. إذا هذه الحالة وغيرها من الحالات التي كانت في ساحات التظاهر وفي المستشفيات وحتى في المراكز الأمنية وحتى في الأماكن المدنية التي يعني يذهب إليها طيب. هنا يعني الموقف الدولي مما يجري أو موقف الأمم المتحدة أستاذ عمر الفرحان، يعني اللجنة المنظمة للتظاهرات يعني طالبت الأمم المتحدة بالضغط على السلطات في العراق لاستقبال جرحى التظاهرات. من وجهة نظرك يعني إلى أي مدى تتوقع أنه ستلقى هذه المطالبات أي صدى؟ لا توجد هناك أي صدى للأسف، وحتى يعني الأمم المتحدة يعني موقفها خجل، ودائما هذه المواقف يعني تعرضها أيضا هذه المنظمة للمساءلة والانتقاد والمبالاة في المبادئ التي هي خطتها بنفسها لحماية المدنيين في هذه حالات الطوارئ وفي غيرها من الحالات التي لا يمكن قبول هذه الانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي وقعت على عاتقها أن تقوم بحماية المدنيين في شتى
الظروف وبأي ثمن كان. وهذه الأمم المتحدة للأسف أيضا نقولها أنها باتت منظمة سياسية تتبع للأهواء. يعني إذا أستاذ عمر، في الوقت ذاته الحكومة وميليشياتها مستمرة بعمليات قمع المتظاهرين، مستمرة بعمليات قتل المتظاهرين حتى باستخدام أسلحة مخصصة للصيد، يصعب علاج المصابين بها. هل أيقنت يعني الميليشيات أو الحكومة بأنها ستفلت من العقاب؟ ليس هناك أي محاسبة ولا مساءلة دولية تجاه ما يجري في العراق، إذن الحال من وجهة نظرك سيستمر، تستمر هذه الانتهاكات؟ نعم، تستمر في ظل سكوت المجتمع الدولي عن هذه الانتهاكات، وجود مساءلة ومحكمة الضحايا في ظل التجاذبات السياسية بين القوى الكبرى حول ما يجري في العراق. نعم، نعتذر منك أستاذ عمر الفرحان ومن المشاهدين الكرام لعدم وضوح الصوت من المصدر. على أي حال نشكرك شكرا جزيلا أستاذ عمر الفرحان، مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.